الحادي عشر ضمن تحديات وانطلاقات هذه الفترة الصباحية، ومساؤنا بإذن الله تعالى ستكون وسيكون مع أشواط الرموز في هذه الأمسية التراثية الجميلة المميزة. نعود ونتابع وإياكم مقدمة هذا الشوط، الصدارة مع نشرة. هذه نشرة من تحتل المركز الأول، مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، تضميرها مع عتيق بن حمد بن قريع المري. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، العنود من تحتل المركز الثاني، نتابع المركز الثاني. ومن تحتل المركز الثاني تتواجد الزعيمة، تعود ملكيتها لخليفة بن محمد المرر، من يتواجد على المركز الثاني. بينما هنا على المركز الثالث، التواجد هنا على المركز الثالث من قبل العمالة لفيصل بن عبد الله البطين المري. بينما هنا على المركز الرابع ومن تحتل المركز الرابع وصلت فراعة. انجر الله المكسور، يا سلام، الله الله، وصلت الأسماء، وصلت الأسماء. هنا القدوم والوصول في هذه اللحظات من منوى لغانم بن علي بن حمودة الظاهري، هنا مع جابر بن حمد بن جفين المري. يا سلام، الله الله، القيادة القيادة والريادة مع الزعامة، الزعامة مع المركز الأول، مع الانطلاق الأول. ولكن الله، عنيدة عنيدة قادمة لا محالة، عنيدة قادمة تعود ملكيتها لمبارك بن زايد، لمبارك بن زايد بن محمد الخيارين. الله، الزعامة وعنيدة، عنيدة والزعامة، اللحظات الأخيرة، عنيدة والزعامة، الزعامة وعنيدة. ولكن عنيدة غيرت، غيرت عنيدة مع المكسور، مع المكسور ومع شعار مبارك بن زايد بن محمد الخيارين. يا سلام، الله الله، سالم بن جار الله المكسور هنا في التضمير مع عنيدة، عنيدة مع المركز الأول، عنيدة مع القيادة، عنيدة مع الريادة. مشاهدينا الأفاضل، يا سلام يا سلام، هي الأقرب للناموس، السيارة في الانتظار، اللحظات الأخيرة، عنيدة 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 مع الناموس، عنيدة مع الانطلاق الأول، عنيدة مع الصدارة، عنيدة مع القيادة. ولكن هنا القدوم والوصول من مثيرة على المركز الثاني، مثيرة 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 وعنيدة، عنيدة مع المركز الأول، مع القيادة، مع الريادة. يا سلام، الله، سلام سلام سلام، وتحية وتقدير لمالك عنيدة مبارك بن زايد بن محمد الخيارين، كما نهني مضمرها سالم بن جار الله المكسور. لحظة وصول عنيدة إلى خط نهاية المركز الثاني، وصلت مثيرة لناصر بن مغير بن سالم العميمي المركز الثالث. المركز الثالث قطنة لسعيد بن عبد الهادي الشهواني المركز الرابع، تصل على المركز الرابع مزون لمحمد بن مظفر العامري، وعلى المركز الخامس زعامة لخليفة بن محمد المرر. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول عنيدة إلى خط النهاية، قاطعة مسافة 8 كيلومتر في زمن وقدره 12 دقيقة. خمسين ثانية، 82 جزء من الثانية، هذا هو توقيت عنيدة. تهانينا لمبارك بن زايد بن محمد الخيارين، كما نهني مضمرها سالم بن جار الله المكسور. المركز الثاني وصلت هنا مثيرة، قطعت المسافة 12 دقيقة 51 ثانية 90 جزء من الثانية. نهني مالك مثيرة ناصر بن مغير بن سالم العميمي. المركز الثالث وصلت هنا على المركز الثالث قطنة 12 دقيقة 53 ثانية 30 جزءا من الثانية. تهانينا لسعيد بن عبد الهادي الشهواني. وفي عهد شيخ وفي أطول
بسم الله الرحمن الرحيم.